المرة باش تسخن حاسة على الأقل، على الأقل 10 دقائق 15 دقيقة، الجلد ديالها جسد المرأة كله يعني تتأثر. حنا نتاثر عمي الحاج. انا ما بغيش، ما تتفهمش ليا كيفاش البنات، شي بنات ماشي كاملين اوف كورس، تكون فيهم ريحه الحوت. سيداتي وسادتي، معكم زاكستر، اليوم افاده جديده مع عمي بنيشو دكتور في علاج. اليوم غادي نستافد واحد الاستفادة عمرنا استفدناها في هاد القناة اصلا. اذا الحياة في الدين بطبيعة الحال. متنساوش لنا اصدقاء شي لايك شي كومنتير، بارطاجي هاد الفيديو ضروري وكمل كامل الصاط باش نستافدو هادشي غادي يفيدكم في الحياة ديالكم. كي جاكم هاد الانترو صافي يلا فاصل وانا واصل. ليتس جو. واللي ما حبنا المرأة سخونة، هو انت تكون المرأة سخونة هذه نعمة من نعمة الله، ولكن طبعا احنا دائما تنقولوا، يعني انا شخصيا تنقول دائما احسن فياغرا هي المرأة، ماشي الفياغرا، ماشي هي المنشطات. الا كانت المرأة سخونة راه تخليك سخون، والا كانت المرأة باردة تخليك باردك، والا كانت المرأة جامدة راه تجمدك. That's really fact. هذه الحالة ديال واحد المراجع، يلاه دوزت له في الواتساب، قال لي الله يخليك دابا انا عندي واحد المشكل. قلت له شنو هو؟ قال لي دابا المشكل عندي المراه سخونه، حصل الاول والثاني والثالث. قلت له او بزاف كل نهار؟ قال لي تقريبا كل نهار، او لا نهار هي نهار لا. وي هي 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 عاود هذا، والله الا عاود بالله. الاول والثاني والثالث افري داي ميمكنش. دابا باش نحطكم في البلان، هادشي هذا عادي جدا، فهمتوا؟ ما يجيكمش هادشي حشومه. الحياء في الدين اصلا تي طبيعه الانسان. شحال في عمرك؟ قال لي 30. قلت له شحال في عمرها؟ قال لي تقريبا واحد 23 سنه، مازال صغيره ووالده. وطبعا يعني المراه هي اللي كانت صغيره، يعني مثلا 23 تتكون عنده واحد القوه جنسيه، ماشي بحال امراه 30، ماشي بحال 40، ماشي 50، ماشي 60، ماشي 70. يعني داك الهرمونات اللي تتكون عند الشباب تتخلي القوه الجنسيه يعني هائله، والرغبات الجنسيه تتكون هائله. وعاوتاني كاين شي عيالات الا كانوا باغيين الاولاد تيكون تيبغيو النكاح كثير، ماشي حبا يعني في النكاح، ولكن حبا في الاولاد، راه تبغي معاك جامع معك تقريبا يوميا حتى تحمل عاد ترتاح. لا ما تيدوي هاد الدراري على الميمات، تيبغيو غير بق فت. هي دابا عندها مازال صغيرة وعندها تالي ولد ولا جوج بحال هكاك، الحمد لله. ولكن يعني هناك بعض الرجال، يعني قلت له زعما خاصني يعني تندوز له باش نشوف شنو المعنى لهاد المرأة سخونة، حيت فيها بزاف د المعاني. قدر مثلا تكون المرأة سخونة والراجل عنده قذف سريع. اوكي. وفعلا الراجل هذا اللي تدوزنا له عنده قذف سريع، لكن هو ما عارفش قذف سريع. قلت له شحال تبقى؟ قال لي انا تنبقى يعني واحد دقيقه جوج، بعد نوبه ثلاثه اربعه. هما بعض الرجال تيكونوا تيكذبوا، ما تيبقاوش شي اربعه الا كان عنده قذف سريع، ولكن تيبقى 30 ثانيه تقريبا. هذا الشيء اللي يقول تيكون دائما قل من دقيقه، ولكن هو ما يقدرش يقول لك انا تنبقى 3 و 4 بقيتي 3 و 4 و 5 دقائق راه ما عندكش قذف سريع. ويليك. قال لي دابا انا الله يخليك عيط لك باش تعطيني تشوف لي شي دواء ولا شي حاجه نقدر ندير الثاني والثالث باش نلبي لها الرغبات ديالها. سبايدرمان لا سبايدرمان هذا 30 ثانية قل من دقيقه السطر مرات كتهرب. حيت بلا ما نكذبو الدراري ميمكنش شي مرات تصبر معاك الا ما كنتيش ناضي، فهمتي؟ هادشي هذا منا متقفين الصاط، هادشي هذا يفيدك في حياتك ضروري جدا، يعني يفيدك. وهاد السيد اللي تيدوي راه طبيب دكتور في هادشي هذا ديال الجنس وكذا. قال لي انا يعني دائما قلت له يعني قال لي انا تتستنجبر منها المسائل بزاف. قلت له تقدر. انا قلت له يعني انت شحال الوقت الدعبه؟ قال لي دقيقه جوج ثلاثه صافي. قال لي هي تتبغي يعني ندخل دغيا.
ما يمكنش هنايا، ما يمكنش تدخل دغيا. الا دخلتي دغيا ما تكونش واحد الفوران، فهمتي؟ خصك ضروري تعطل داكشي. الا قالت لك خصك تدخل دغيا قول لها صباح اختي على حظك. هو دابا هي هو تيهضر على لسانها، الله اعلم هي بحال دابا الا جات اش غتقول، تقدر تقول حوايج اخرين هو ما قالهمش. ولكن غالب الشك يعني اي علاقه جنسيه مزيان هذه الحاله هذه راه تبين لنا وتوضح لنا واحد الامور فيها فائده للناس كاملين. على كاين الا كان مثلا شي علاقه جنسيه راجل تيكون عنده قذف سريع تيكون خايف لا يقدر دغيا، اذا عليه انت يدخل مباشره وداك فتره ديال المداعبه ما تيديرهاش دقيقه جوج ثلاثه ما يمكنش. المرأة باش تسخن واخا تكون سخونه باش تسخن حصه على الاقل على الاقل 10 دقائق 15 دقيقه باش عاد تسخن. وفتره المداعبه هي احسن فتره في العلاقه الجنسيه. ذات فاكت من تدخل دغيا تخرج دغيا باش دخل باش راجع ماشي ضروري خصك طيب. لا عمي هذا ما تيدويش من فراغ باش تعرفوا البلاصه شايف فيه الكومونتير حيت الزواج مغرب انت هو داكشي. الزواج تساوي سمارت باش تنقص من ماشي كلشي بطبيعه الحال. يعني خصك تتمتع انت بالجسد ديال المراه، يعني بالقبولات بالثدي ديالها بالجسد ديالها العنق ديالها بالتدين ديالها بكل شيء. هي المراه يعني كلها يعني نعمه، ولذلك يعني ما يمكنلكش يعني في البلاصه تدخل راك ماشي حيوان. بعض الرجال مثلا تيكون خايفين عندهم انهم يفشلوا او لا عندهم قذف سريع تيدخل دغيا. ملي تيدخل هو دغيا شنو تيوقع لها؟ هي ما تجيب الشهوه ديالها لانه هو قذف. وملي تيكون قذف طبعا هي عندها واحد القوه جنسيه مازال صغيره، راه تبغي دير النوبه الثانيه. هو النوبه الثانيه ما تيقدرش يدير، ولكن هو الحلاوه احنا كنا داك النوبه قلنا واحد الفيديو الى سبقاتك ماشي مشكل والى قد مزيان، ولكن الى سبقتي انت مشكل عاوس فهمتي. حيت المراه ديالك ما تكونش جابت البليزير هي الاول سو تبقى تتسنى فهمتي. المراه ضروري تقلق كذا الى سبقتيها ماتش الماتش المات ماتش اذا يعني مات الماتش. ضروري حسك تطول في العلاقه الجنسيه في فتره المداعبه على الاقل 15 دقيقه 20 دقيقه حتى 30 دقيقه واكثر باش تتعيش وتتمتع الجيم يعني بداك العلاقه يعني الجنسيه قبل العلاج. لان حسك تسخنها وتسخنها وانت طالع 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 يعني حتى توصل يعني العلاج. من العلاج باش نديرو واحد لاكورب هكاك المراه هكا اذا تتبدا جبلت وبقى هنا وانت طالع 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 وتتبقى هي في هذه الفتره هذه تتمتع بزاف. المراه راه تتمتع بالعلاقه الجنسيه اكثر، وعاد ملي راه تجيب هي الشهوه ديالها هنايا عاد راه تنزل 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 تنزل. اذا المراه بحال التبقال شي تبقال ملي تيكون فيه الثلج تيذوب منه شويه في الصيف بحال هكاك صات المراه فران وقد بحو ماشي بحال الراجل. الراجل راه يطلع طاك ويهبط في البلاصه لا شوف الفوركس الفوركس الراجل وشوف الراجل كي داير. اذا ضروري الراجل اللي عندك ضروري انت في اي علاقه جنسيه حس المراه اما راه تسبقك اما قد وانت ما تسبقهاش. طبعا المراه الا كانت ناشطه وضحكانه وفرحانه تتكون باغيه العلاقه الجنسيه. إذا كانت المرأة عندها المشاكل تتكون تتكره العلاقة الجنسية. إذا كنت تتكرفس عليها ما تتكونش عندها الرغبة الجنسية. إذا كانت تعشقك وتتحبك تتكون عندها الرغبة الجنسية. العشق يعني والحب ملي تيكون بين الرجل والمرأة هو تيحبها وهي تتحبك، داك الحب والعشق تيعطي واحد القوة جنسية رائعة هائلة حسن ما تاخذ لا فياغرا لا والو. طبعا المرأة ملي تتكون باغية تتزوج تتصاوب تتصاوب سميتو ان هي باغيه، ومن وين ما كانتش باغيه تتكون بواحد الحاله ديالها مكرفصه تماما يرتلا فهمتي. باغوا تتعاملوا مع الزوج ديالكم زوينين فهمتي، ما تجوزوش باش تزوجوا فهمتي. والله ضروري ملي تختاروا مع ديالكم تكونوا بيناتكم واحد اللوف فهمتي. ما تجوزوش باش هذا ما كان حيت ما غاديش ما يطولش داكشي غيوليو مشاكل نكير لعيبات ما تبقاش لونفي بين كوبينا شحال من لعيب. سو اغلبيه نيت نشوفو الكور عندهم مع هاد اللعيبات
علاش تيتزوج بوحدة تيموت عليها تيبقى معاها تيدبلو بجوج؟ قليلة في المغرب بزاف. مش خليه فين تلقى راجل ومراتو مثلا شارفين شد ليها في يديها غاديين تلاحظوا هادي الأصدقاء تنشوفهم قلت لكم ما يا أحسن الاختيار أعطيها الغول يقول مشغول زعما راسك إلا دخلتي مثلا وجبرتي فيك الجوع وبغيتي تاكل وداك الماكلة كانت مخربقة وكذا ومالديدة ما حتى حاجة واخا فيك الجوع صلاة النبي تطير لك الشهية. وحتى المرأة كذلك من حقها ماشي انت تجي مصخ ومعفن وكذا وفهمتو انت حسك تغسل وتدوش وتتعطر ودير العطر وكذا دير الميسك فيك يعني انت الشم تيلعب دور حسك تلعب لها على الحواس كامل كل الكلام ديالك جميل يعني الصوت ديالك كذلك الشم ديالك الحس المس الجلد ديالها جسد المرأة كله يعني تتأثر. واه حنا شنو تأثروا عمي الحاج الرجل علاش حيتاش انا ما بغيش ما تتفهمش ليا كيفاش البنات شي بنات ماشي كاملين اوف كورس تكون فيهم ريحه الحوت واي البنات بليز ريحه الحوت متفقينش عليها لا ريحه الكفته اتس اوكي ولكن الحوت اصاط منين تجي بيدك الريحه كاينه مويها تقول لي ما كاينش الماء سيري عومي في البحر ولا خدي الماء ديال البحر وجي غليه تمشي منه الملح كاين شي دغيغي خصات ما عرفتش كيفاش تيدير وتيقدر يصبر نقطة هادي جيد وكل نعمة وكذلك حتى الرجل الرجل يعني هو العلاقة الجنسية تكون بالرجل والمرأة إذا أنت تكون هو دابا غالب الشك حنا عطينا واحد الدواء ديال القذف السريع لأن غالب الشك هو تيقذف ضايع لأن إذا تبقى المرأة محرومة شحال دابا راجل عنده قذف سريع كاين شي عيالات مساكن تيبقاو 20 عام و 25 عام ما تيجيبوش الشهوة ديالهم ثم يعني حس الذكر يكون دائما الحرمان والذكر دابا اذا كان فاشل اش غدير به المراه الا درتي فاشل هو تزيد فشل المراه راه تجيب الشهوه لا يعني هي المراه حد تشوف الذكر قذفتي صافي تيطلع لها الزعف لان ما تجيب الشهوه ديالها اذا المراه الا كانت سخونه وشي حاجه مزيانه طبعا حاجه مزيانه من اكبر يعني المنشطات في العلاقه الجنسيه هو ان المراه تكون سخونه ولكن باش تكون سخونه بري ورك اوت والله تبري ورك اوت بالله حس عدة امور تكون صغيرة تكون قوية تكون باغية تكون ناشطة تكون ضحكانة تكون فرحانة تكون زعما عدة امور اما اذا كانت مثلا المرأة مكتئبة مثلا تكون سخونة تكون باردة متلجة ما عندها لا رغبة ولا تشجيع لان الرغبة الجنسية عندها عدة عوامل كاين عطاك الله المرأة سخونة عطاك ربي نعمة من نعمة الله ولكن يعني حسك الى انت عندك شي مشكل قذف سريع حسك تعالجو عندك مشكل مثلا ديال الانتصاب القضي خصك تعالجو مثلا تيفشل لك عندك مشاكل عندك كذا عده اشياء اللي انت تقدر تبرد انت المراه ولا تطلع السخونيه ديالها كذلك كما اشرنا الحب والعشق يعني والهدايا ويعني وحسن الكلام وحسن المعامله هذه الاشياء كلها تتقوي الرغبه بين الرجل والمراه طبعا انت لي بوزيسيون خص تخلي المراه دير لا بوزيسيون هي تطلع يعني ماشي مشكل ماشي مشكل إذا المرأة تطلع ماشي مشكل إذا نتمنى أنكم شاركتونا في فيسبوك دكتور بنيشو موعدنا وتيك توك الدكتور بنيشو موعدنا كل يوم اثنين على الساعة 10 بالليل إن شاء الله اللي بغى شي استفسار يمشي لعند عمو دكتور بنيشو والله إلا مفيد كل اثنين نبقاو نديرو هاد الفيديو هاد الساط ولا هيتش هاد الشي مفيد فهمت هاد الشي ماشي عيب خصكم تفهموا هاد الشي أصدقاء المهم نتمنى نكونوا استفدتوا أصدقاء كاملين هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا ما تنساوش لنا شي لايك شي كومونتير بارطاجي هاد الفيديو باش تستافد الجميع صافي زعما انتينا يا اصدقاء يلا ليتس جو اصدقاء تشاو ميكو نتلاقاو في شي فيديو جديد.